ده انا لسه بقول يا جماعه النهارده ان شاء الله بنبتدي سيكشن من السكاشن المهمه جدا. واحنا كنا زمان حتى كنتوا بتشوفوا ليه الدكتور يبقى دكتور مخ واعصاب ده اللي يمسك شاكوش ويقعد يقطع. خلاص يا جماعه نمسك دي ونطبق عليه من العيال كده يبقى سلام يا الدكتور راح الدكتور جاي. بس من يوم ما دخلتوا الكليه وانتوا نفسكم تشوفوا ايه فين الشاكوش ده فين الهامر ده وفين الخطه اللي هنخبطها ديت وفايدتها ايه ولا هي لعبه كده وخلاص. النهارده ان شاء الله زي ما بقول هنبدا حاجه اسمها تمبل جيت اكزامينشن او اكزامينشن وديب ريبليسمنت من خلال الشهاده اللي انا هنستخدمه اللي هي تمبل جيت اكزامينشن. زي ما قلت المره دي ان شاء الله يعني هكف عليك خلاص اخر واحدين بس برضه خلاص كده يا جماعه خلاص. تمبل جيت اكزامينشن بقول ده الجزء الاولاني خلاص. المرة الجاية هنكمل وزي ما قلت نظامنا المرة دي ايه زي ما احنا ماشيين هنشرح الجزء الأولاني بعد كده هنتقسم في جروب ونحاول على قد ما نقدر كل واحد فينا أو كل واحدة فينا تشتغل في الجروب. ليه؟ لأنك في الامتحان هتشتغل لوحدك مش هتتكلفك أو تتاخد في وسط حد أو تستخبى في وسط حد. أنت الدكتور هيدخل أقول لك ممكن الدكتور يقول لك اعمل الاكزامينشن ده عليا أو يقول لك اعمل الاكزامينشن على زميلك أو على أو اعمل الاكزامينشن على زميلتك. فبالتالي لازم اشتغل بايديا. ولتاكيد الشغل ده زي ما بقول في الاخر بعد ما تتقسموا الجروبس هختار عشوائي من كل جروب اثنين هيطلعوا يشتغلوا قدامي وقدام زمايلهم. خلاص؟ وزي ما بقول هات فرصه للجروب اللي طالع منها الاثنين دول انهم بعد ما يخلصوا يقولوا لهم انتوا ايه غلطتوا في واحد اثنين ثلاثه. ده خلاص. ثم الجروبز الثانيه انها تعمل ايه؟ تعمل كومنت لو في كومنت تاني. ماشي كلام يا جماعه؟ بعد كده بعد ما نعمل كومنت احنا نعمل كومنت لو في حاجه ثانيه كلكم سيبوها. وزي ما بقول دايما يا جماعه اغلط دلوقتي مفيش مشكله. يعني الغلط دلوقتي هتعلم واي حد فيكم قاعد هيطلع هيبقى ربك عارف ومالك هو غلط او هيغلط ما تقلقوش. فمفيش حد يعني يبقى قاعد يضحك على زميله او على زميلته. لانك لو اتحطيت في نفس الموقف يمكن تبقى قلع. صح؟ أتعلم دلوقتي لكن في الامتحان مش مسموح. ما ينفعش بكرر أهو ما ينفعش ساعة الامتحان سواء شفوي أو عملي واحد يتفزلك يقول لك طب أنا كنت عايز أسأل في النقطة دي، اسأل في دي أنت. ها؟ ينفع أسأل ساعة الامتحان؟ ما ينفعش، ينفع وتروح بتطلع أقول إني توبت الآن؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ مسموح لك طول السنة في أي وقت اسأل زي ما أنت عايز. لكن ما ينفعش ساعة الامتحان والله إيه؟ اللي انا عملت ده ازاي؟ اخبط التلفزيون ده ازاي؟ ولا اعمل ده ازاي؟ ينفع؟ ما ينفعش. فبالتالي نتعلم من دلوقتي وبقول دايما انت ما فيش فرصه انك تروح تذاكر عملي النهارده لانك ما عندكش امتحان عملي. انا بذاكر امتى؟ لما اعرف ان في امتحان وعندي درجات. تسيب نفسك لحد ساعه الامتحان تكون مذاكر العمل. ده اللي بيحصل كلكم بتعملوا كده وكل الناس بتعمل كده. فالشاطر يعمل ايه بقى؟ انا جيت السكشن طب ما انا استفدت منه. زي ما قلت لكم قبل كده اشتغل اشوف في ملحوظه اكتبها في كراسه العملي بحيث ان انا لما اجي ساعه الامتحان ارجع للملحوظه لاني كاتبها اعرفها. واما هشتغل بايدي دلوقتي اقول اه انا لما طلعت وعملت الغلطه الفلانيه وزمايلي قاعد يضحكوا عليا في الحته ديت انا مش هغلط فيها. زميلك اللي قاعد يهرج قوي ويضحك قوي 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 هيجي ساعه الامتحان هيدخل امه زي ما هي والله تضحك على الامتحان. لكن انت اللي حليت كويس او انت غلطت ساعه السكشن لكن في الامتحان هتلاقيها لا جاوب صح. وضحك الصوره يا جماعه كلام كويس. طيب زي ما بقول العنوان بتاع اللاب بتاعنا النهارده عنوان حاجه اسمها تندل جير. زي ما احنا متعودين ببدا بايه البروتوكول كيس منها اطلع ليرنينج من اوبجيكتيفز. الانتروداكتوري كيس بتاعتي بتقول ايه؟ A 15 year old boy لا قدر الله تعرض لكار اكسيدنت حادث بعد ما عملوا الاسعافات اللازمه جم يشوفوا الايه؟ المصل تون لقوها سيجنيفيكانتلي ديكريزد في كل الفور لمبس. جم يشوفوا التندون شاب الديب ريفلكسز في الفور لمبس لو عنده حاجه اسمها ايه ريفلكس يعني ما فيش ريفلكس. طيب يعني ايه تندون شاب؟
يعني ايه ايه ريفلكسيا؟ يعني ايه ماسل تون؟ ويعني ايه ماسل تون تقل في الفور ليمبس؟ وايه الباثوفيسيولوجي بتاع الحاله ده؟ انا مش عارفه. صح؟ وده الميزه اللي بقول لك انتروداكتوري كيس معناها حاجه جديده من خلالها عايز اتعلم. صح؟ وفي نهايه الماده او في نهايه المحاضره المفروض ابص على الحاله دي اللي انا اديتها البرودكشن واشوف لو انا قدرت افهمها ساعتها يبقى انا طلعت استفدت من اللي بتاعي. ما قدرتش يبقى انا ما عملتش حاجه. الصوره يا جماعه يبقى بطلع منها بليرنج اوبجكت. ايه الاهداف اللي محتاج اعرفها؟ سهل نخرج من الباب النهارده. والاهداف دي زي ما بقول هحطها في الاخر سلايد في السمري اشوف هل احنا غطيناها ولا ما غطيناهاش. الاهداف بتاعتي حاجه اسمها ريفايت ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ ويعني ايه ريفلكس ار او ريفلكس باسوي؟ النوع اللي ما دام بنكررها بقالك نظره بنكررها معناها انها تسيب الفيها في العمل برضك يا جماعه. عشان مش واحد يجي يتفلسف في العمل يقول لك الناس دي ظلمه. بيسالونا في النظري. لا مش بنسالك في النظري، احنا بنسالك في حاجه ريليتد للعمل. صح ولا لا؟ احنا مش عايزينك العمل مجرد تخبط بس فقط، احنا عايزين نفهم ليه انت بتعمل حاجه اللي هنا بتخبط بتتهور هنا. طب ايه الريسبونس؟ طب ايه الابنر ماتيك؟ محتاجينك تعرف حاجات ريليتد للموضوع. يبقى اول حاجه ديفاين ريفلكس اند ابلايد اتس ار، كلاسيفاي ريفلكسز، ديفاين ستريتش ريفلكس اند منشن اتس كومبوننتس. ايه الكومبوننتس بتاعت الاسترتش ريفلكس؟ ثم ديسكاس بريفلي المصل سبندل. ايه هي المصل سبندل؟ ثم ندخل بقى في الجزء البراكتيكال بقى. ديفاين تندون جير. انا بقول الموضوع بتاعي ده النهارده تندون جير. طب ايه هو التندون جير؟ ثم منشن 3 اذر يوزز فور ذا اكسبيرمنت يوزد ان اتس كلينيكال اكزامينشن. في اداه معينه بستخدمها وانا بعمل اكزامينشن للتندون جير. ثم ندخل في تندون جير اكزامينشن وايه المطلوب مني؟ كلام كويس. الريفلكس ان جنرال في نقط معينه عايز اعرف، عايز اعرف يعني ايه ريفلكس اكزامينشن؟ اهميته ايه؟ الريفلكس ايه هو الريفلكس ار؟ والكلاسيفيكيشن اوف ريفلكس زي ما خدنا في المحاضرات وعرفنا او خدنا قبل كده في الجي اي تي او خدنا السنه اللي فاتت في النيرف والمصل عرفنا يعني ايه كلمة ريفلكس. وخدنا في برضه باسكولا طبعا. ريفلكس يعني ايه؟ انفولانتري ريسبونس تو اديكوت ستيمولس. بتكلم حاجة يا جماعة. لأن أنا لو بتكلم ممكن أدي حد كده وأقول له معلش يا فلان قول لنا إحنا بنقول إيه؟ فعلينا عشان ما نحبش نفسنا ونحب بعض. لأن أنا خلاص معلش أنا حضرت السكشن يستفيد يا ما احضرش. هتقول لي علشان الغياب دور على سكشن تاني. خلاص؟ لكن طالما انا حضرت هنا يبقى احاول استفيد.
يبقى الريفلكس معناها ايه؟ انفولنتري ريسبونس تو ادكوت ستيمولس. كلام كويس. النار لو واحد، انتوا في الساعه دلوقتي كل واحد فينا لابس ايه؟ 100 حاجه فوق بعضها، يقول لك الجو ساعه جاي من دول. دلوقتي الستيمولس بتاعي اكسبوجر تو كولد، صح ولا لا؟ الجو ساعه. الريسبونس بتاعكم انكم تقلتوا النفس. هل تقول عليه ريفلكس؟ ها؟ ده فولنتري ريسبونس تو ادكوت ستيمولس، ده بمزاجكم ان انتوا تقلتوا النفس، صح ولا لا؟ ده اقول عليه ايه؟ بقول عليه حاجه اسمها رياكشن، ده كانت الصوتات بتتسال شاب هو عامل. يقول لك يا ابني يعني ايه ريفلكس؟ يقول له انفولنتري ريسبونس تو ادكوت ستيمولس. يقول لك يا ابني هو في فولنتري ريسبونس تو ادكوت ستيمولس؟ اه. زي ايه يا ابني؟ زي في الاكسبوجر تو كولد مثلا، الواحد يلبس لبس تقيل، الاكسبوجر تو كولد انفايرمنت، الواحد يخفف في لبسه. طب ده فولنتري ريسبونس اسميه ايه؟ ها؟ اسميه رياكشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. ايه اهميته؟ الريفلكس ده عباره عن ايه؟ اهميته ايه؟ هو عباره عن الفانكشنال يونت اوف ذا نيرفر سيستم. المالتي ستراكشر يونت هي ايه؟ طب الريفلكس ارك او الريفلكس باسوي، صورة بسيطة بتبين لي الريفلكس ارك او الريفلكس باسوي. لو واحد لابوه اللي عليه قاعد مركز يعني في الشباك وقام بتريحه قام جاي وقام مديله دبوس في ايديه، ها ايه اللي هيحصل؟ هيتخض صح ويقعد يتضايق صح؟ مش ده اللي هيحصل يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ الستينلس في بينفول ستينلس، البين بريك شكل الدبوس. ثم فيه ريسبتور اسمها ايه؟ ركزوا، طب الامتحان قرب. اسمه ايه؟ ريسبتور، البين ريسبتور اسمها ايه؟ نوسي سيبتور، اللي هي عباره عن ايه؟ فري نيرف اندنج، اللي هي عباره عن ايه في الادابتيشن؟ رابيدلي ولا سلولي ادابتنج ريسبتورز؟ سلولي ادابتنج ريسبتور. هيطلع قفل، هيروح في اتجاه مين؟ السي ام اس، اتجاه السباينال كورد. هيلاقي سنتر. ممكن يلاقي انتر نيرون او ما يلاقيش. في الريفلكس بتاعنا ده هو الزرو ريفلكس، هيلاقي في حاجه اسمها انتر نيرون. زي في الصوره قدامي كده. ادي انتر نيرون. ثم افرنت نيرون هتطلع من الانتيريور هورسل وفي السباينال كورد في اتجاه المصل. علشان تعمل كونتراكشن. يبقى الريفلكس ار هو عباره عن الريفلكس الاصويين. عندي فيه ها ريسبتور بيستجيب للستيمولس. ماسك في الريسبتور وطالع منه حاجه اسمها افرنت. هيشيل الاكشن بوتنشال في اتجاه السباينال كورد. هيلاقي انتر نيرون ثم هيطلع من الانتيريور هورن سيل. افرنت هيروح للريسبتور برضه اللي هي المصل، هيديني ريسبونس اللي هو كونتراكشن. يبقى الريفلكس ار او الريفلكس باسوي في عندي ريسبتور افرنت سنتر ممكن يحتوي على انتر نيرون افرنت ثم ريفلكتور اورجان. الامور سهله ولا صعبه كده يا جماعه؟ طيب الباقي هيتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف ريفلكس اكوردنج تو بريزنس or absence of interneurons. بقسم الريفلكسز لنوعين، حاجه اسمها مونوسيناتيك ريفلكس، يعني ريفلكس هلاقي فيه وان سيناتس، يعني كام انترنيرون. ممكن اسئله سؤال يمسكوه بسيط قوي، يقول لك مونوسيناتيك ريفلكس كونتين واتش نمبر اوف انترنيرونز، يقول لك صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى كام؟ صفر. خلاص؟ أشهر مثال يكاد يكون الوحيد في الجسم اللي هو مونوسيناتيك الاسترتش ريفلكس. اولموست اول ريفلكسز في الاور بادي بلاقيهم بوليسيناتيك، يعني الاقي فيهم انترنيرون أو أكثر. صح؟ زي المثال اللي أنا لسه قايله حالا. الوزدرور ريفلكس. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. يبقى أنا عندي مونوسيناتيك ريفلكسز وبوليسيناتيك ريفلكس.
كلاسيفيكيشن كبيره لكل الريفلكس، ممكن تبقى بدايه سؤال عملي او بدايه سؤال شفوي. يقول لك لا دي السؤال ده يلتفت في السي ان اس كله. لو عايز يلتفت في كل حته في السي ان اس يقول لك قول لي يا ابني انا الكلاسيفيكيشن ليه؟ ده مش السي ان اس بس، ده هيدخلك دايجستيف ويدخلك كدني، لو عايز يدخل على الاندوكراين كمان هيدخل منه. صح؟ اقول لك اعمل لي كلاسيفيكيشن للريفلكس. According to the site of center، لو هو هو السي ان اس اقول عليه سنترال ريفلكسز. لو اوتسايد السي ان اس بقول عليها ايه؟ ها؟ بريفرال ريفلكسز. السنترال ريفلكسز زي ايه؟ قال لك according to the site، ده السم احنا عارفين. السنترال ريفلكس زي ما عارفين الناس بتاعنا عباره عن ايه؟ ها مش برين، برين ستيم و سباينال كورد. كلام كويس. يعني انا اقدر اقسم الريفلكس لسنتر ليه؟ سنتر ريفلكس سنتر بتاعك في السباينال كورد، في البرين ستيم، في الهايبوثالامس. كلام كويس. طيب قبل كده قال لك الريفلكس دلوقتي معاه اللي هم السنتر دول ممكن اقسمهم لتو ميجر كاتيجوريز، نوعين اساسيين كبار قوي، نوع اكوار ونوع اندور. اكوار يعني ايه؟ يعني محتاج بريفيوس ليرنينج. يعني على سبيل المثال انت قاعد ليل ولا عليك ما فطرتش الصبحيه وما تعشتش امبارح، وبعدين لقيت زميلك قاعد بيحمل عم سيجاره. سيجاره اللي يقول اللي يقول انت ايه رايك بعد ما خلص السكشن؟ ايه ايه وما ايه؟ لان كل يقول انت حصلت سلايديشن. صح؟ بدا عايز تجري بسرعه، خلص يا عم خلص السكاشن، بتخلص في نص ساعه ولا ربع ساعه عشان تمشي عشان تلحق نروح. خلاص؟ حصل لك ايه؟ ده كونديشن ولا ان كونديشن؟ كونديشن ده مشروط بايه؟ مشروط بان انا اتعلم الحاجات دي. ما ينفعش اجيب علي لسه موجود امبارح واجيب في ريحته في ريحه سيره الاكل، او اجيب حتى اكل في ريحه له ريحه نفاذه واقول له ايه هيزيد السلايديشن عنده. لا ده محتاج ايه؟ بريفيوس ليرنينج، محتاج انتاج سيريبرال كورتكس. صح ولا لا؟ لكن العيل اللي لسه موجود ده اهو، اللي لسه موجود حالا اهو، لو انت حطيت ايديك في ريحه كله ده يتلفت علشان يرضع، عشان يمسك صبعك عشان يرضع فيك. ده ماله؟ ده انبورن ريفلكس. البورن ريفلكس يعني معناها ايه؟ هل بيحتاج ريفلكس ليرنينج؟ لا. بيحتاج انتاج سيريبرال كورتكس؟ لا. وضحت بسرعه يا جماعه؟ يبقى سيريبرال ريفلكسز في كونديشن و اكونديشن. الاكونديشن زي ما بقول اكوردنج تو ذا سيرفر هلاقي فيه في الهايبوثالامس، هلاقي في البرين ستيم، هلاقي في السباينال كورد. في السباينال كورد عشان موضوع النهارده according to the site of receptor بقسمهم لايه؟ ها؟ في superficial وخدناها في اللاب اللي فات. superficial reflexes زي ايه؟ مين يقول لنا كده superficial reflexes؟ اديني مثال يا جماعه عن superficial reflexes. مين يقول؟ ها؟ مين يقول يا جماعه في المجموعه دي؟ البلانتر ريفلكس، السمبر بتاعه ايه؟ اتكلم يا جماعه. دي الاسئله بس يا جماعه لما حد يسالك كده ركز الاسئله دي من الاسئله اسئله عامه. البلانتر ريفلكس انك تشوف كده انا بس بتوصل للامتحان كده يعني زي ما انت مثلا يعني هو زعيم هو ده مين يا جماعه هو؟ السنتر اوف بلانتر ريفلكس كام؟ السواق 5 6 7 8 ايه رايك؟ ما ينفعش سرفايفل ها يبقى يبقى سكر واحد من هنا سكر واحد من هنا. طيب ركزوا يا جماعه يبقى البلاندر ريفلكس ده مثال السوبرفيشال ايه؟ ريفلكس. طيب خدنا فيسرال ريفلكس او يتقال عليها اوتونوميك ريفلكس، خدناها في الجي اي تي وهتاخدها في الكدني. في الجي اي تي خدتوا حاجه اسمها ديفيكيشن ريفلكس. الديفيكيشن ريفلكس الراجل عنده مش
بره يا جماعه الاسئله دي كده تلاقيها شافها وان سكيو. ايه السنتر بتاع الديفيكيشن ريفلكس؟ ها؟ السنتر اوف ديفيكيشن ريفلكس. ها؟ ده طبعا نسيت معاك ايه؟ ركزوا يا جماعه. اللاترال موجوده في السيرفايكل وموجوده في الثوراسيك. موجوده في السيرفايكل الاول؟ اللاترال موجوده في السيرفايكل؟ ها؟ والسكر؟ سكر كام؟ اثنين وثلاثه واربعه. ركزوا يا جماعه. الديفيكيشن والديكتيريشن ريفلكسز السنتر بتاعهم واحد. تكميم احنا بناخد في الاوتونوميك يا جماعه بس. حاجه اسمها البلفيكنا. فاكرين يا جماعه الجزء بتاع الباراسمباثيك؟ كان السنتر بتاعنا ايه؟ لاتر هارد سيت اوف سكر اثنين وثلاثه واربعه. الحاجات دي بتتسال. يبقى الديفيكيشن ريفلكس مثال لانهي ريفلكسز؟ الاوتونوميك او الفيسرال ريفلكسز. الديب ريفلكسز اللي المفروض هنبدا نتكلم عنها النهارده، في عندي حاجه اسمها ستيبنج ريفلكس، ليندنج رياكشن، والكرونس. والحاجه الاساسيه موضوع النهارده اللي هي حاجه اسمها ستريتش ريفلكس. يبقى اما اقول لحد يديني ديفينيشن لكلمه ستريتش ريفلكس، يبقى لو اقول ستريتش ريفلكس هو عباره عن ايه؟ ديب. ها؟ مين يقول يا جماعه؟ ديب سباينال انكونديشن سنترال مونوسايماتيك ريفلكس. واخد الكلام يا جماعه؟ يبقى تاني دي سباينال مونوسايماتيك ريفلكس. لو عايز اقول الاسم بالتفصيل يبقى دي سباينال انكونديشن سنترال مونوسايماتيك ريفلكس. كلام كويس. يبقى انا دلوقتي اتكلمت على الايه؟ على ريفلكس ان جنرال. يعني ايه ريفلكس؟ ايه هو ايه هي الاهميه بتاعت الريفلكس؟ يعني ايه ريفلكس ار؟ والكلاسيفيكيشن اوف ريفلكسز. طب ستريتش ريفلكس بسرعه كده علشان ادخل للحاجه اللي انا عايزها النهارده. الستريتش ريفلكس نعم نطفي المروحه ولا نلبس؟ انتوا غلبتوني يا جماعه. طفينا المروحه كده. ها كده كويس؟ افتح الشباك ناحيه ورا كده خليك شويه هوا. افتحوا الشباك ولا حاجه يا جماعه. ركزوا خلاص يا جماعه. الاستريتش ريفلكس بس خلاص يا جماعه. الاستريتش ريفلكس محتاج اعرف فيه ديفينيشن، محتاج اعرف تايبس ريسبتور والكومبوننتس بتاعته. اول حاجه ديفينيشن. الاستريتش ريفلكس هو عباره عن ريفلكس ايه؟ ريفلكس سكيلتال ماسل كونتراكشن ان ريسبونس تو ستريتش. يبقى ريفلكس سكيلتال ماسل كونتراكشن ان ريسبونس تو ستريتش. الطيب بتاع زي ما انا لسه قايل دي سباينال مونوسايماتيك ريفلكس. دي سباينال مونوسايماتيك ريفلكس. الريسبتور بتاعه حاجه اسمها الماسل سبندل. الماسل سبندل ده عباره عن ايه؟ من اسمه ماسل وسبندل. ماسل يعني معناها موجود في الفينيشي بارت اوف ذا ماسل. وسبندل لان الشيب بتاعه سبندل شيب او فيوزي فورم شيب. ولذلك الفايبرز اللي موجوده جواه بيتقال عليها انترا فيوزال فايبرز، والاوردينري فايبرز بتاعت الماسل بيتقال عليها اكسترا فيوزال فايبر. يبقى هو عباره عن سبندل شيب انكابسوليتد ستراكشر موجود في الفينيشي بارت اوف ذا ماسل، بيحتوي على حاجه اسمها الانترافيوزال فايبرز اللي هي نوعين. حاجه اسمها نيوكليار باك انترافيوزال فايبر وحاجه اسمها نيوكليار تشين انترافيوزال فايبر. كل انترافيوزال فايبر بيتكون من جزئين اساسيين، بريفرال كونتراكتايل بار وسنترال سنسوري بار او ريسبتور بار. according to the arrangement
اوف نيوكليار ان ذا سنترال بار والشيب بتاع السنترال بار بتقسمه لحاجتين. لو واخده تشين لايك ديستريبيوشن بقول عليها نيوكليار تشين. لو واخده باج لايك ديستريبيوشن في السنترال بار بيتقال عليها نيوكليار باج. لو قارنا السرعه ما بين النيوكليار تشين والنيوكليار باج الاقي عندي النيوكليار باج اقل في العدد من النيوكليار تشين. وبلاقي ان زي ما بقول السنترال بار عن الباك اوف نيوكليار حاله النيوكليار باك وعن التشين اوف نيوكليار فين؟ في النيوكليار تشين. النيوكليار باك خلي بالكوا يا جماعه بتشتغل از ريسبتور فور ايه؟ حاجه اسمها تندر شيب. لكن النيوكليار تشين اكت از ريسبتور فور ماسل تو. النيوكليار باك ركز بلاقيها لفتي ادابتي لكن النيوكليار تشين سلولي ادابتي. كل المصل سبند ركزوا المصل سبند از هول بلاقيه رابدلي ادابتي ولا سلولي ادابتي؟ سلولي ادابتي. طب السؤال هنا ركزوا عشان تفهموا يقول لك يا ابني المصل سبند الادابتيشن بتاعها عامل ايه؟ هتقول له سلولي ادابتي. يقول لك طب المصل سبند دي بتتكون من ايه؟ هتقول له نيوكليار باج ونيوكليار تشين فايت صح ولا لا؟ طب نيوكليار باج هل هي سلوي ادابتف؟ يقول له لا بلاقي دي ادابتف. طب نيوكليار تشين هل هي سلوي ادابتف؟ اه سلوي ادابتف. طب ليه بقى المجموع بتاعهم سلوي ادابتف؟ يعني انا عندي المصل سبند هذا اول سلوي ادابتف. مش احنا متفقين على كده؟ النيوكليار باج اللي هي وان كنترول از رابد ادابتف. طب ليه انا قلت كلها سلوي ادابتف؟ مين يقول يا جماعه؟ ها؟ لان النيوكليار تشين يا جماعه الطول بتاعها اطول ولا اقصر من النيوكليار باج؟ اقصر. وطول الوقت مشدوده. خلاص؟ فطول الوقت هي الدوميننت افكت فيها هي. فالمجموع بتاعها بيصب عند مين؟ عند النيوكليار تشين. النيوكليار باج بتشتغل امتى؟ لما انا اعمل باسف ستريتش زي ما هشوف النهارده في الديجيتال جاب. وضحت النقطه دي يا جماعه؟ يبقى المصل سبيندنج از هول بلاقيها سلولي ادابتنج. لكن الكومبوننتس بتاعتها مختلفين. النيوكليار تشين سلولي ادابتنج وهي اللي لها الدوميننت افكت هي اللي شغاله طول الوقت. العضلات عندك في جسمك طول الوقت فيها تون صح ولا لا؟ النيوكليار باج رامد ادابتنج مش هي الدوميننت. صح الكلام؟ كلام كويس. بسرعه كده الانرفيشن يا جماعه يعني يا ريت الموبايلات والحركات الخايبه دي بلاش منها، تعين الموبايل ونشتغل كويس ونركز. ها؟ يعني انا ما اعرفش ان واحد بيبعت واحد رساله، لكن واحد يديك واحد رساله ويبعت له الموبايل عشان انت يقراها ليه يعني؟ ليس الموبايل بتاعه مثلا؟ عيب يا جماعه، الموبايلات بتتقفل ومش عايز اشوف حد قاعد يوصل لحد الموبايل. بعد كده هيوصل له الغزال. ما ينفعش. لا عيب. حضرنا سيشن يا جماعه ولا لا؟ مش عاجبنا اتفضل بره. خلاص؟ لو سالنا عن الموبايل قلنا له ايه هي الانرفيشن بتاعت الاسترتش ريفلكس؟ الحاجات دي اتقالت في المحاضره. ها؟ ايه هي الاسنت انرفيشن بتاعت المصل سبند؟ هي قدامك هي اختبار. من غير موبايل انت مش هتقول موبايل. قول يلا. طيب ركز معايا بس. ايه هي مواصفات تايب 1؟ تايب 1 اخذ. ايه هي المواصفات بتاعتها؟ هل هي مايلينيتد ولا ان مايلينيتد؟ هل هي طيب سي فايبر؟ ولا طيب بي فايبر؟ ها؟ طيب الناحية أول واحد طيب البرايمري طيب أف إيه النوع بتاعها؟ هل هي طيب بي ولا سي؟ ده طيب ها؟ طيب وأنا يا جماعة بقول عليه ده برايمري إندنج أو أنيموس فايبر
دي طيب ايه فايبر؟ بتكلم على فكره دي اسئله ايه؟ ايه فايبر؟ ثيك مايلينيتد فيري رابيد كوندكشن 100 متر في الثانيه زي مين؟ زي البراسيل والكوليه. خلاص يا جماعه؟ طيب توب بلاقيها ورقه سكن بريدنج او فلاور سبرين بلاقيها ثنه مايلينيتد الريت اوف كوندكشن بتاعها بطيء 40 متر في الثانيه. البرايمري قافل بيديني قافل بريتين دون شير. السكندري قافل تمني لمين؟ للمصل تون. الافرنت بتاعها الاثنين هو عباره عن ايه؟ حاجه اسمها جاما افرنت. في حاجه اسمها جاما دايناميك ده اللي هيروح لمين؟ للنيوكليار باك. وحاجه اسمها جاما ستاتيك تروح للنيوكليار تشين. الميه الالفا دي بتغذي مين؟ او بتدي انرميشن لمين؟ للاكسترا فيوزال فايبرز. وانتوا بتبصوا يا جماعه الانرميشن من النقط المهمه اللي تسال فيها سواء ام سي كيو او شافو. وما بسال كده مش بسال عشان التعجيز ده، بالعكس اسئله تافهه او سهله وتتسال جمل. خلاص؟ كلام كويس. الاستريكشن فليكس له حاجه اسمها ستاتيك كومبوننت وديناميك كومبوننت. موضوعنا النهارده هو الديناميك كومبوننت اللي هو التندون جير. يبقى التندون جير اللي هو موضوع النهارده يا جماعه محتاج اعرف فيه الاتي. ركزوا لان ده بداية شغل العمل. وزي ما بقول وعيد وزيد هنتقسم في جروبس واللي هطلعهم هختارهم عشوائي. فلازم كل واحد يشتغل بايديه وزمايله هيلتقيوه. وضحت الصوره يا جماعه؟ فنركز عشان لما تدخل في الجروب بتاعتك لازم تشتغل بايديك. خلاص؟ عايز اعرف الانيشال التندون جير، عايز اعرف الطيب، الريسبتور، الانرفيشن والادابتيشن. اول حاجه يعني ايه تندون جير؟ هو انهي كومبوننت من الاستريكشن فليكس؟ هو عباره عن الدايناميك كومبوننت اوف استريكشن فليكس. يعني معناها عباره عن دي سباينال مونوسايناتيك ريفلكس، صح ولا لا؟ كلام كويس. يبقى هو عباره عن ريفلكس ماسل كونتراكشن ان ريسبونس تو سادن تابنج اون تندون اوف يا ماسل. زي ما هنشوف حاجه. بقول لك انا هعمل مثلا بايسبس تندون جير، انا بشوف التندون بتاع الماسل وبخلي العضله في سيرتن بوزيشن واعمل تابنج على التندون زي ما هشوف وهشوف الريسبونس هيبقى ايه. يبقى هو عباره عن ريفلكس ماسل كونتراكشن ان ريسبونس تو اصاب التابنج اوف اكس تندون. طب السؤال هنا اذا كان الريسبتور موجود في الفينيشي بارت اوف ذا ماسل، طب ليه انا بعمل تابنج على التندون؟ ده اللي هعرفه كمان شويه. يبقى ايه هو التايب اوف تندون جير؟ وعباره عن ديب سباينال مونوسايناتيك ريفلكس وبيمثل الدايناميك كومبوننت اوف ستريتش ريفلكس. طب التندون جير الادابتيشن بتاعه ايه؟ ها اسمك ايه؟ قول يا قاعد. بصوا يا جماعه لما بسال حد ليس الهدف اعكس قدامي، لا انا بديك طريقه الاسئله. خلاص؟ ازاي اسال؟ اتعود على الاسئله من دماغي. ده اي سنه انا قلته ده ممكن تساله في العمل او في الشغل او ام اس كيو. فناخد بالنا من النقطه دي. قال فين قال؟ قول لنا قال الادابتيشن في التندون شير رابط بيادابتج. ليه؟ لان الريسبتور بتاعها ايه؟ ها؟ نيوكليار باك ويتش از رابط ادابتج. والادابتج حتى بتاعها بيبقى الوظيفه يا جماعه الوظيفه بتاعتها ايه؟ عايزه محتاجه رابط ترانسميشن. انا عايز اعمل صدر ثاني يديني صدر ريسبونس رابط ريسبونس. يبقى لازم الاسم تكون فيري رابد ريت اوف كومباشن اللي هو 60 متر في ايه؟ في الثانيه. الريسبتور زي ما لسه قايله نيوكليار باج انترافيوزال فايبر. الانرفيشن اتسيلينس كيو. الانرفيشن بتاع النيوكليار باج هو ايه؟ الافرنت انرفيشن البرايمري الافرنت او بتاع عليه انيو سبايرال اللي هو سمعته قد ايه زي ما قاعد اقول 100 متر في الثانيه اللي هو ايه؟ طيب ايه؟ ست مايلينيتد. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى دي اول حاجه في التندون شير.
طب الاكزامينشن بقى نفسه نشتغل ازاي؟ اولا ايه اهميه ان انا اعمل كيندو جيت اكزامينشن؟ يعني ايه اهميه ان الدكتور يبقى عنده القمر وقاعد ماسك العيان وقاعد يعمل تاني؟ ده اسمه الميديكال قمر يا جماعه. زي ما هقول حالا اشكاله. ايه فايده ان الدكتور ماسك الميديكال قمر وماسك ايد العيان او رجل العيان وقاعد يخبط فيه؟ هل هي لعبه يعني؟ ولا لها اهميه؟ لها اهميه. دايما بقول الطالب المميز او الانسان المميز. بص يا جماعه الانسان المميز ما لوش علاقه بالطالب بس. طالب، دكتور، فلاح، عالم، اي حاجه في الدنيا لازم يكون عندك هدف. عندك هدف هتبقى انسان ناجح. ما عندكش هدف هتبقى وجودك زي عدم. وجيت في الدنيا وهتاخد منها زي قلتك. صح ولا لا؟ فلازم يبقى عندي هدف، انا طالب، جيت السكشن النهارده. انا الدكتور انا جاي اشرح لكم السكشن، علشان اجي اشرح السكشن عشان تلاقي 100 مره ولا اكتر من 100 مره، بس لازم احضره واشوف احدث حاجه فيه ممكن اقولها، لو في داتا شوت جديده، لو في رسمه جديده احاول ارسمها، علشان لما حد يشوف داتا شوت بتاع الدكتور خالد دي حاجه الدكتور خالد. صح ولا لا؟ انا حضرت سكشن لما حضرت هيشرح الحته دي كويس، مش جاي اقضي وقت كده والسلام، انت الدكتور لازم يبقى كده. انا جاي السكشن كده انا انضف طب تروح تقفل السكشن تاني وخد وخلص وامشي بسرعه. صح؟ يبقى لازم عندي هدف. انا جيت السكشن وعايز اخرج بملحوظه، اخرج باستفاده. واخد بسرعه يا جماعه؟ فنفس الكلام انا هعمل كيندو جيت اكزامينشن، ايه الهدف؟ اول هدف عندي تو اسيست ريفلكس ارك انتجريتي. يعني ايه؟ انا قلت دلوقتي يا جماعه ان انا جيت على زميلتكم كده وهي قاعده مركزه لا ليها ولا عليها، ركزوا في النقطه المهمه. وهي مركزه في الشرح وانت جايب بتبص وقمت شاكيكه في ايديها كده. ما اتحركتش. طيب قمت للتكتك للدبوس. ما فيش حركه خالص. دي هل لها معنى ولا مالهاش معنى؟ لها معنى. يعني معناها ايه؟ البين سنسيشن في الجزئيه دي في مشكله. يعني الباص ايه في مشكله، صح ولا لا؟ يعني مثلا تيجي على عيان نايم في سريره اقول له الحق يا دكتور. ما انت لا دكتور في كليه الطب مستني الطب يقول لك انا ليه انا فاهم. تعالى انت ما اعرفش مين نام في الارض وقع تعب. تعالى انت زي الشاطر رحت ايه؟ قلت جبت القمر وجبت البيت ده الجزء اللي فيه اللي هو اللي هوريكم القمر الثاني وشكيته تحت رجليه من تحت كده ما بتتحركش. دي معناها ايه؟ هو كويس بس بيستعرض ولا عنده مشكله؟ عنده مشكله. تفقد البيز سنسيشن في الجزئيه دي. يعني الباصوين والبيز في الحته دي اتأثرت، صح؟ فانا دلوقتي لما الاقي جيت على الريفلكس ده ما فيش ريسبونس يبقى الريفلكس ارت كله فيه مشكله، صح ولا لا؟ طب لو لقيته شغال يبقى معناها الريفلكس ارت سليم، صح ولا لا؟ يبقى اول حاجه عندي تو اسيس ريفلكس ارت انتجري. تاني حاجه حتى في الاندوكراين واحنا بنتكلم في الثيرويد عشان كده بقول لك خلي بالك في العملي انت ممكن تلاقيه داخل يمين او في الشفا وواجه العين عملي وشفوي داخل يمين بتتكلم في حاجه تلاقيه حوض لك شمال انت داخل في سي ان اس وبتتكلم في تندو جير يقوم داخل لك على الثيرويد بسرعه يقول لك يا ابني ايه اهميه الهامر في الاكزامينشن اوف ثيرويد بلاد؟ ها ايه رايكم؟ هل الهامر مهم في ان انا اعمل اكزامينشن للثيرويد جلاند؟ طبعا. الثيرويد جلاند يا جماعه لما يكون في هايبر فانكشن فين؟ ثيرويد اكسبوزز. التندو جيت اخبارها ايه؟ هتلاقيها ولا تقص الاندوكراين؟ هايبر ريفلكسيا. طيب لو في ميزوديما ها الثيرويد فانكشن قليله هنلاقي في لاجنج او ديكريزد او هايبر ريفلكسيا. مش احنا عارفين الكلام ده يا جماعه؟ يبقى بالتالي لو انا لقيت شخص قدامي سليم من ناحيه النيرف سيستم ما عنديش لا هيمبليجيا ولا بارابليجيا ولا عنده مشكله خالص لكن جيت اشوف لقيت عنده اكساجريت تندو جير ولقيت عنده حاجه كده ماس في النك رقبته كده في غده كده ورمة شويه يبقى خلينا اشك ان الثيرويد جلاند فيها مشكله صح ولا لا؟ ان ممكن تكون في هايبر يبقى عن طريق هذا الامر قدرت احدد ان النيورونال فانكشن اللي هو الريفلكس ارك سليم ولا لا؟ قدرت احدد فيها الاذر ديسوردر ولا لا؟ الانسترومنت يوز اللي هو الميديكال هامر
بيظهر الاشكال ده يا جماعه. في شكلين قدام اهو، وفي شكل ثالث كونر موجود كتير قوي واستخدامات كتير جدا. يبقى انا ده الشكل بتاع الثاني المسمار اهو، هذا الشكل الثاني، هذا الشكل الثالث. خلاص؟ على امتداد النبات، على امتداد النبات بتاعتنا السنه دي هنلاقي الهامر له استخدامات كتير. ركزوا عشان تسير الاسئله بتجمعها كده. يقول لك ايه يا ابني الاداه دي؟ تقول له دي كان هامر. تستخدم في ايه يا ابني؟ هتقول له بعمل بيها تندل شيرك اكزامنيشن. يقول لك طب اعمل لي اكزامنيشن لحاجه ثانيه غير التندل شيرك ده. يبقى لازم اعرف الاذر يوزس. فبوقت عام الميديكال هامر له ليه يوزس وفي اذر يوزس. ليس ايه؟ ليس كومن تو بي يوز. اول حاجه عندي التندل شيرك ده مفيش جدال، ميديكال هامر يعني تندل شيرك. ثم التيتاني، فاكرين الليتر التيتاني يا جماعه؟ شوفيستك ساير. فالشوفيستك ساير كنت بعمل ده اكزامنيشن بهذا الميديكال هامر. الاذر يوزز البلانتر ريفلكس، شايفين الميديكال هامر ده؟ زميلكم كان بيقول يا جماعه في حاجه اسمها بلانتر ريفلكس، ده سوبرفيشال ريفلكس. بيتعمل ازاي؟ مين يقول؟ ها؟ يعني مثلا عارف اسمه ايه؟ نقول بقى آية وإيه؟ آية وآية، تعالي آية أنتوا آية. إن هو أصلاً عشان مش عايزين تصلي مش عارف. تعالي آية، آية في تعالي آية أنتوا. بص 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 كده أنت تعالي تعالي. لو بفرض ركزوا يا جماعة، ركزوا علشان إيه؟ إذا آية وآية ضدهم هنطول منهم بإيه؟ لفتهم. خلاص؟ آية وآية دلوقتي هيورونا إزاي أعمل البلاندر ريفلكس الفرض إن الجيب هي الفوز. خلاص؟ دي الفوت اهي، ادي لها الفوت كده، انا بسوق ذا فوت، وريني بقى كده تعملي لها الايه؟ ده بفرض ان ده سوق ذا فوت. هتعملها ازاي؟ ها؟ ها؟ يلا وريني هتعملها ازاي؟ اول حاجه تقول لها ايه؟ غمضي عينيك، ماشي غمضت عينيك وبعدين؟ انت عايز تعمل ايه؟ غمض انا مش تابع انتوا عايزينه يا جماعه ركزوا. تغمض عينيها ولا ما تغمضش؟ طب وريني هتعمل ازاي وريني؟ ركزوا يا جماعه. يعني بالله عليكم يا جماعه احنا قلنا كده تمسك كده هتمسكيها كده يعني ولا تمسك ازاي؟ ها ركزوا يا جماعه الحاجات الصغيره دي هتعملي ده هتعملها ده ازاي وريني؟ لو خلي بالكم يا جماعه ركزوا في النقطه الفنيه دي مش هتلاقوها في اي حته ثانيه ركزوا في الحته دي. بصوا بصوا يا جماعه بالنسبه لك دي كده انا ماسكه صوابعي كده كتفاها عشان ما اتحركش. طب اتفضلوا اهو شطار شطار اقعدوا يا جماعه. بصوا يا جماعه عشان الوقت بس هو لو في وقت كنا يعني شفنا يعني خيارات كتير كنا طلعناكم واحده واحده وواحد واحد علشان دي ايه؟ اصل الوقت يا جماعه الشيطان بيوزنا. اسمعوا بس ركزوا معايا يا جماعه الشيطان بيوزك يقول لك انت عارف ده انت سامع ده انت شاطر ده انت كذا تيجي تفاجئ في الامتحان بان الشيطان قال لك ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. يعني في اللحظه دي سيبك بقى ويهرب خلاص وانت منك لايه؟ للمريض او منك للدكتور. واضحه الصوره يا جماعه؟ فانا ادي يا جماعه لو الفرد ديت الصوره بتاعته ها خلاص يا جماعه؟ بقوم جاي بالبلانت اوبجكت اهو واعمل سكراتش للدكتور الاسبكت اوف ذا سول اوف ذا فوت وما كملش لحد هنا اوصل لحد هنا ما كملش يبقى سكراتش اوف ذا لاتر اسبكت اوف ذا سول اوف ذا فوت النورمال ريسبونس اللي يحصل في لاتر صح؟ طيب لو بفرض ان حصل ها حصل ادكشن للبيك تو يبقى معناها في بايرامد اتراكت ليجن لو في ليجن قدامي لو حصل ادكشن او فاهم للاذر توز يبقى معناها اكسترا بايرامد لو الاثنين مع بعض يبقى ايه؟ يبقى ايه ميكسنج نيشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى ده بلانتر ريفلكس ممكن استخدم البلانتر سايت دي بلانتر اهي ودي بلانتر ممكن استخدمها في اكزامينيشن اوف بلانتر ريفلكس. البيه بصوا يا جماعه الهامر ده ركزوا معايا الهامر ده في جزئين اهو في جزء فوق اهو وجزء تحت الاثنين دول بيتفكوا الجزء اللي فوقاني ده عباره عن مسمار دبوس ممكن استخدمه في الاكزامينيشن اوف بين وفي الفايل تاتش في التاكتايل لوكاليزيشن. طيب الجزء اللي تحت ده عباره عن برش
يعني عامله زي ايه؟ زي الريشه كده، زي الجزء الطرف ممكن استخدمه في حاجه اسمها الكروت تاتش. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى بالتالي الميديكال هامر هستخدمه في ايه؟ النيلز دي زي اسامينا. الاذر يونز ممكن استخدمه في البلانتر ريفلكس اكزامينشن، في البين والتاتش بانواعه، في حاجه اسمها الستيريو بنوزس. ايه هي الستيريو بنوزس؟ With closed eye person, the person can identify a familiar object in his hand. طيب لو جينا مثلا ايه؟ الاثنين الاثنين اخر دول اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ وانت ايه؟ خالد برضه انا قلت لك انت ايه؟ تعالى خالد وخالد يا جماعه يا مالون ده اكزامينيشن للستيريو بنوزز دلوقتي. تعالى تعالى تعالوا نقعد بعيد عن الكاميرا وعن اي حاجه ما تقلقوش. لفوا كده وروا زمايلكم. خالد بصوا يا جماعه ركزوا. خالد هيقول لخالد هيعمل اكزامينيشن للستيريو بنوزز ازاي؟ يلا نعمل اكزامينيشن للستيريو بنوزز ازاي يا جماعه؟ يلا قول له كده يعمل اكزامينيشن ازاي؟ ستيريو بنوزز. طيب ايه هي الستيريو بنوزز؟ هديله حاجه فاميليار نتعرف عليه بالجهوم. طب ما نقول له بقى انت اللي هتعمل له اكزامينيشن. يلا ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. ها تعرف عليه، تعرف عليه. حلو قوي، ماشي اتفضل اقعد. هو اداله الهامر وانا اتعرف عليه. ايه رايكم يا جماعه؟ الستيريو بنوزس معناها ايه؟ تاني لعيب وزيد اهو. With closed eye person the person can identify a familiar object in his hand. الافضل بعمل ايه؟ انا بجيب خمس ست ادوات 10 ادوات قدامي كده اهو، وكلهم فاميليار للشخص اللي قدامي، واحط لهم عينيه مفتحه قدامك وعارف هما ايه. خلاص غمض عينيه، هلاقي له حاجه منهم وهو مغمض. خلاص يبقى هو مغمض، هلاقي له حاجه منهم فاميليار بالنسبه له هو. انت كطالب طب لما تمسك ده في ايدك هتعرف انه غمض، صح ولا لا؟ لو واحد فتح عمره ما مسك ده هيقول لك ده عصايه وطلع له الازازه من هنا، صح؟ ما يعرفش. وتحط الصوره نفس الكلام. عامل هيقول لك والله ده فاكت وما اعرفش اعمل ايه، كل واحد هي ايه؟ هيقول اللي في باله تبع مهنته، صح الكلام؟ طيب اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ وانت؟ حنان ويايا. احنا وصلنا بس اكتب ورقه انا دكتور. حنان ويايا ركزوا يا جماعه، ركزوا. حنان ويايا اتفقنا ان لازم يكون اللي هيعمل اكزامينشن في نص دهار. ماشي يا جماعه؟ انت رايح فين؟ ماشي كلوز ذا اي. طيب هتقولي لها كده خد ايه؟ طيب كده ولا هتعملي ايه يا حنان؟ اقفلي عينيك وحطوا لها العلاجات كده ولا تقولي لها ايه؟ طيب ركزوا يا جماعه، انا عايز اوصلهم هنا ايه؟ هل بنستخدم سوبرفيشال سنسيشن بس ولا سوبرفيشال وديب؟ انا خليها تحسسها كده عشان تقدر تعرف. بتستخدم سوبرفيشال وديب. كلام كويس. يبقى ده الستيريو بنوزس يا جماعه. ايه السنتر بتاع الستيريو بنوزس؟ ايه سي ام اس كيو؟ ها؟ السنتر بتاع الستيريو بنوزس هو مين يقول يا جماعه؟ ها؟ اللي بتضحك اسم ايه؟ حنان ولا ايه؟ ايه؟ قولي ايه؟ ايه هو السنتر بتاع الستيريو بنوزس يا جماعه؟ اسمه ايه؟ السنتر بتاعت السيريال توصل لاخر نبار السيريال كورتكس. هي 50 ولا هي 90؟ 75 ناس كان عصام من النص. 75 او هي 75 صح؟ ماشي. بريكوشنز فور جيرك اكزامينيشن. اسمك ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ تعالى اسمها ايه؟ اقول لك حتى ايه؟ تعالى انا بهزر، ما فيش حاجه يا جماعه. انا بهزر، شكلك انسان مؤدب كده ومحترم وما بتلعبش في الموبايل، صح؟ ركزوا يا جماعه، ركزوا. بصوا يا جماعه، ايه الاحتياطات اللي المفروض اعملها قبل ما اعمل تندو جيرك اكزامينيشن؟ زي ما بقول دايما يا جماعه، الواحد لما عاوز يعمل طبخه ولا يطبخ طبخه ولا حاجه لازم يجهز ادواتها الاول، صح ولا لا؟ وفي احتياطات معينه لازم اخدها قبل ما اجي اعمل اي تجربه او اي شغل. ففي احتياطات بريكوشنز ريليتد تو ذا فولنتير او تو ذا بيشنت
وفي بريكوشنز او احتياطات لها علاقه بالاكزيما. فتحت الصوره يا جماعه. ايه الاحتياطات دي؟ ركزوا معايا. نقطه مهمه جدا وانا بعمل اكزامينشن، ايه اللي المفروض اعمله؟ بالنسبه للبيشنت ايه رايكم؟ يقول هو جاي من مكانه كده وطالع سن من الدور العاشر ولا حاجه وصيته كتفه وواقف بيدور واخد اكزامينشن ولا اعمل ايه؟ لازم يبقى كومبليت فيزيكال اند منتال ريست. طب كومبليت فيزيكال يعني ايه؟ ركزوا معايا. هجيب له كرسي واقول له اتفضل يا حضرتك، لان ممكن الدكتور انت هتدخل امتحان العمل يا جماعه مع زميل، واحد هتدخل مع زميلتها او واحد هتدخل مع زميله. والدكتور يقول لك ايه اشتغل على زميلك يلا تدو الجيم، بايسبس تدو الجيم مثلا. فانت كده ليه؟ انتوا الاثنين واقفين قدام الدكتور. فهتقول له ايه؟ اول حاجه تكون جايب زميلك كرسي وتفضله. يبقى اول حاجه يبقى كومبليت فيزيكال اكسشن، ده اول حاجه. يبقى اول خطوه عندي يا جماعه كومبليت فيزيكال ريست. علاء علاء بص يا جماعه، علاء قاعد دلوقتي قدامنا يا جماعه وقاعد يقول يا ركزوا خلاص يا جماعه، خلاص خلاص. ايهاب قاعد قدامنا دلوقتي بيقول يا ايه يا ترى يا ترى الناس قاعده تضحك على ايهاب ولا ايهاب ولا ايه ولا اعتني انا قاعد نص كمي دلوقتي صح؟ قاعد متوتر دلوقتي صح ولا لا؟ لو انا عملت له الاكزامينشن دلوقتي هيتاثر ولا ما يتاثرش؟ النتيجه هتاثر ولا لا؟ قاعد في الامتحان وهو زيه زي اللي هيعملوا الاكزامينشن، ما هيجي الدور عليه ويقول له انت هتعكس ده واشتغل على زميلك، فهيبقى متوتر ولا مش متوتر؟ يبقى لازم اعمل له منتال ريست صح؟ اللي فيها خالد. سالتك كتير قوي النهارده، اسمك خالد برضه؟ اه حسن، يا حسن الله يرضى عنك. عايز اعمل له انت ريست، اقول له اعمل ايه؟ يعني خلاص هو فيزيكال عدى. انت ريست اعمل له ايه؟ هديه. ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا بابا؟ تطلع كويس. هديه ازاي يا جماعه؟ اعمل له انت ريست ازاي؟ اقول له ايه؟ خد نفس عميق. صح؟ ركزوا يا جماعه. يعني انت قلت انت دكتور في عيادتك، العيان جاي لك يلاقوا لما تشوفه اقعد على الكرسي خد نفس عميق، طب كمان نفس، خد نفس كمان، طب سيب النفس، ينفع الكلام ده يا جماعه؟ ركزوا هنعمل ايه؟ ركزوا. بعمل اكزامينشن، بصوا يا جماعه، بعمل اكزامينشن انا بحاول الفت انتباهه لحاجه ثانيه، يعني اقعد اكلمه في اي حاجه ثانيه، يعني مثلا انا هعمل اكزامينشن ركزوا معايا، لازم ايه؟ عايز صوتك بس. ايه انت مين يا ايهاب؟ عارف انت ازاي؟ عملت ايه سنه اولى؟ جبت كام؟ شوفوا يا جماعه انا بكلمه وقاعد اساله في اسئله انا يمكن مش سامعها اصلا ومش عارف الجواب، بس الفكره ايه؟ انا بلهيه اخليه يتكلم في حاجه غير التفكير في الاكزامينشن. عملت ديفيشن يعني حولت الكورتيكال انهبيشن اللي عنده لحاجه ثانيه عشان يقدر الريفلكس يبان، انا عملت كومبليت فيزيكال اند منتال ريست. يبقى اول حاجه يا جماعه قاعد على الكرسي قاعد اكلمه وانا بعمل اكزامينشن في اي حاجه ثانيه بعيد عن الاكزامينشن. ماسل اكزامين ريفلكس بوز، انا عايز اعمل اكزامينشن للبايسبس تندون شيرك مثلا. يبقى لازم اخلي العضله دي تبقى مكشوفه. يبقى انت حتى في الامتحان او انت في الامتحان تقولي انا هعمل اكزامينشن للبايسبس، يبقى البايسبس نفسها لازم تبقى مكشوفه، حتى لو في نفس الشيء ما بتشوفهاش بس قولي لازم تبقى مكشوفه. لو انت من العيله بتاعتك اه العيله مش في ايده مفيش مشكله. لكن في الامتحان طبعا كده اقول لازم العضله تبقى مكشوفه، ليه؟ لان انا بعمل اكزامينشن ببص هل في اي حركه في العضله ولا لا؟ في حركه في التندون ولا لا؟ في ممكن حصلت ولا لا؟ حط ان بوزيشن، ركزوا في النقطه دي يا جماعه. كل تندون جيرك هشتغله هذا خلاص يا جماعه. كل تندون جيرك هشتغله له اوبتيمال بوزيشن، يعني ايه اوبتيمال بوزيشن؟ بحط العضله او الجوينت في وضعيه احسن ما يقول انها مستطاره، بمعنى زي ما قلت لكم قبل كده اثنين صحاب قوي 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 حبايب جدا وماشيين ورايحين وجايين مع بعض وبيحضروا السكشن مع بعض وبيندرسوا مع بعض وبينجحوا مع بعض وساقطين مع بعض. في يوم من الايام وهم داخلين السكشن واحده فيهم سبقت بخطوتين وراحت قعدت في الاول والثانيه ما لقتلهاش مكان. فالثانيه دخلت لها بقى يعني كده دي نهايته. انا لولاي ما كنت شجرالك وحصل لي وسويت وقعدت ده زميلاتها كلهم
والثانيه يا عيني الثانيه ست كده ومش مصدقه نفسها ازاي صاحبتها العزيزه عليها تكلمها بالطريقه دي. روحت البيت قاعده بتاخد في نفسها ازاي اسكت؟ ازاي تقعد تقول لي الكلام ده؟ انا اللي كده اللي لولايا ما كانش جرالها وما كانش حصل لها وما كانش وما كانش وما كانش صح؟ تجهز نفسها طول الليل. تاني يوم تروح المحاضره اول واحده وتستناها لحد ما هي جايه. واول ما تشوفها بقى تديها بقى تقول لها اللي هي عايزاه صح؟ ليه؟ هي الناس اللي هي مجهزه مرتبه نفسها صح؟ فانا عايز احط العضله في وضعيه ان انا لو عملت ستيميوليشن يبان الكونتراكشن فيها. فبخلي العضله سيمي كونتراكتد فاسيليتيتد. بعمل مصطلح كده يتحب يتقال قوي، بعمل حاجه اسمها باك جراوند اوف فاسيليتيشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اعمل على سبيل المثال البايسب ستندر شيف. بخلي الوضع زاويه 120، الوضع ده بيخلي العضله ده ايه بايسبس ده ايه؟ سيمي كونتراكتد فاسيليتيتد. فمجرد اعمل تابنج للتندون هيبان الريسبونس على طول. اما اجي اعمل الترايسبس زي ما هنشوف اخليه زاويه 90. ليه؟ لان العضله الترايسبس هتبقى سيمي كونتراكت. فاقل ستيميليشن هيبقى فيه موفمنت. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى لازم فيه اوبتيمم بوزيشن زي ما هنشوف. طيب بالنسبه للاكزامبل، انت دلوقتي الدكتور قال لك اشتغل فمسكت الهرم. هتمسك الهرم بتشوف كوارث. ركزوا يا جماعه، في ناس تصدقوه يمسكوا الهامر كده اهو ويمسك وايه ويخبط. ينفع كده الكلام ده يا جماعه؟ او يمسك الهامر كده اهو بس ويخبط كده ينفع؟ لا، والكارثه كمان ماسك ايديه كده اهو والعينتين بقى ده ويخبط كده. الدكتور يبصله استغراب يقول لا هي مش كده يا دكتور، ده كده اهو ينفع كده يا جماعه؟ يبقى لازم في وضعيه معينه للهامر وانا بمسكه. بقسم دي الهامر في ثلاث اجزاء. التلت الاخراني ده اهو بمسكه بالثلاث صوابع ما بمسكش كده، يبقى الثلث ده خلاص بمسكها كده. الموفمنت بتبقى منين؟ من هنا. انا مش ماسك فاس وقاعد ما بمسكش دي كده وقاعد اخبط بيها كده ما ينفعش. يبقى انا الخطه اهي، شايفين يا جماعه الخطه كده؟ وضحت الصوره يا جماعه؟ ها صح الكلام يا جماعه؟ يبقى اول حاجه عندي تاب اون ذا تندون. التابنج ده هو ممكن يكون ايه مالكم ايه مشكله؟ ركزوا يا جماعه، يبقى الموفمنت منين؟ الشوت اللي اسمها ايه؟ دي مين؟ الريست. في ناس بتقول اه مين مين خلاص عديها عديها مين، يبقى دي ايه؟ الريست. كلام كويس. اعمل تاني صح مطلوب انت بتفتح كلامك كنا على ده يا بصوا يا جماعه علاء ماشي علاء انا بهزر مش ينفعش زهام ولا علاء عشان الوقت. بصوا الريفلكسز اللي المفروض هنشتغلها المره دي والمره الجايه تكلمنا عمر ونصيب هنشتغل اثنين في الجوه ليب واثنين في الابر ليب. المره دي ان شاء الله هنشتغل اثنين في الابر ليب اللي هم بايسبس والترايسبس. ركزوا معايا يا جماعه، السنترز غايه في الاهميه. ما ينفعش اعمل تندو جيرك وما اكونش عارف السنتر بتاعه. طريقه سهله لحفظه من واحد لحد سبعه. ببتدي من تحت من الانكل هيبقى سكر واحد واثنين. طبعا انتيريور هورن سيل وانا مغمض عشان لو اتسال انتيريور هورن سيل. ثم النين هيبقى لمبر. انت هنا باثنين ابداوا باثنين هنا اثنين وثلاثه واربعه. ثم البايسبس يبقى خمسه بس سيرفايكل سيرفايكل خمسه وسته. الترايسبس يبقى سيرفايكل 6 و7 كلهم انتيريور هورن سيل. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. عايز اشتغل البايسبس تندون جيل. المره الجايه اذا كان لنا عمر ونصيب ان شاء الله ضروري فكروا لي ان احنا ايه؟ نشتغل على الشيزلون. اتوقع سنه منور وحد من الرسومه لا يطلع ونشتغل ونشوفه وانتم بنفسكم تحاولوا تشتغلوا بعدها لان هم زي ما اتقال وانا كان في نيه ان انا اعمل كده اصلا. وهقول لكم ازاي في البوزيشن، حتى انا جايب لكم صور توريني في البيت بوزيشن وفي الانسان العادي بتاعنا احنا بنشتغلنا في السيولوجي. لان العيان اللي جاي لك جاي عنده مثلا ابروتون ليجن ونايم في السرير ما بيتحركش، هتقول له قوموه. الكلام ده قلته حتى لو شفت السكشن اللي انا شرحته لهم الحد، هل هتقول له قوم قوموه اسندوه علشان يقف ويقعد علشان اعمل له قوامه في غيبوبه مثلا.
فاهمين؟ لازم في اكزامينيشن في البيت بوزيشن هو في السرير. فاول حاجه البايسبس تندرجن زي ما اتفقنا يا جماعه، ركزوا معايا الله يرضى عنكم. لان انا لو ركزتم انا قلت لكم ايه؟ انا خليت كومبليت فيزيكال اند منتال ريست، قلت لكم فيزيكال مش عامل اكسرسايز ولا 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 وقعدته. قلت لكم منتال ريست ان انا كلامه ليه؟ علشان امنع لو تدجعوا الشريط كده في دماغكم، قلت علشان امنع الكورتيكال انهبيشن. قلت الكلمه دي وجينا لما سالناها ما ردناش، زي ما تكون جالنا ايه؟ فجاه كده ايه السلوك اتقطعت وانفصلت وما فيش حاجه خالص. ممكن تكون عارفين المعلومه بس خايفين. خايفين ليه؟ اي حد قدامك يا جماعه ما هو الا بني ادم. انا لما اسالك في امتحان شفوي او دكتور شفا او دكتور سين او صاد او عين، ما هو الا بني ادم. لما اكون بني ادم وخايف منه كده انت خايف من ربنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بص على قدامك ده بني ادم وانت مش هتخاف. وضحت الصوره؟ بس راعي ربنا الاول، اعمل اللي عليك. فانا اول حاجه كومبليت فيزيكال اند منتال ريست. خلاص قعدت مرتاح اهو، قعدت اكلمه انا بعمل اكزامينشن، انت اسمك فين؟ انت منين؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اجهز اي حاجه وانا بكلمه. عملت اكسبوجر للمصر. انا عايز اعمل اكزامينشن كل ريفلكسز النهارده. البايسبس تندون جير والترايسبس تندون جير. البايسبس المصري هنا خلوا وشك من حته سنه كده. لا حرك ايوه ركزوا معايا يا جماعه. البايسبس هنا وعنده كام بايسبس في جسمه؟ قاعده واحنا بنعمل اي كلينيكال اكزامينشن. الاورجن اللي منه اثنين يبقى لازم تعمل اكزامينشن من ناحيتين. ما تدخلش في الامتحان العملي يقول لك اعمل اكزامينشن بس سندرجيز. طب كويس ماشي طب قررنا. طب ما ادراك ممكن دي الناحيه الهيلثي ودي كان ناحيه الديزيز. يبقى لازم اعمل ها اكزامينشن للبوست سايز. يبقى انا عملت ايه؟ الماسل اكسبوز، حطيت الماسل في الاوبتيمم بوزيشن. اوبتيمم بوزيشن زاويه مقدار 120 درجه. خلاص ليه؟ لان العضله في الوقت ده هو سيمي كونتراكت او سيمي ريلاكس. دي مليان لما اقول كوبايه نصها مليان زي كوبايه نصها فاضي. واضح الصوره يا جماعه؟ مركز يا حسن؟ كلام جميل. تاني حاجه لازم العضله تبقى فريلي موفبل، تتحرك بسهوله. لازم يبقى كومبليتلي ريلاكس، ما يكونش عامل لها كونتراكشن. لازم اكون انا اللي شايلها اهو. وهنا في البايسبس التندون ثين وسلايتلي دي، فانا محتاج احدده بالفينجر. ممكن الناس تقول لك ثم، ناس يقول لك حط الفينجر الفلان، المهم احط ايه؟ فينجر فوق بالذات الثم، ده الافضل والاسهل. لكن لو واحد في الامتحان ونسي وحط الصابع ده مش مشكله طالما يعمل تابنج عليه. يبقى انا اهو الثم اهو حددت الايه؟ البايسب سنت. واحد يقول لي البايسب سنت انا احس ازاي؟ انا مش حاسس سنت خالص. هقول لك اعمل كونتراكشن للعضل. انا لو عملت كونتراكشن ركزوا كده يا جماعه ربنا يتعب. والله 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 انا بحب لو مش عارف اي حد فيكم او اي حد في اي حته انا بعملكم في عام ولاد انا حد شيء على اذا اتنفست على حد فيكم او شديت ودان حد فيكم. انا اتمنى ان كلكم كويسين وبزعل قوي ان واحد يبقى قاعد بدل ما يستفيد يا محرك خير. دي حاجه تزعل لان انا ما ارضاش لابني يعمل كده. فارض انك طالما حضرت لي حاول تستفيد على قد ما تقدر. وضحت الصوره يا جماعه؟ المهم انا عايز دلوقتي احس التندون. اعمل كونتراكشن بايدك كده. بص ادي البايسبس اهي. اعمل الكونتراكشن كده شد على ايديك. حس بقى في الكيوبيتال فوسا هتلاقي فيه حبل مشدود. الحبل المشدود ده هو الايه؟ في البايسبس تندون. جربوا كده يا جماعه. ادي البايسبس تندون. كلام سهل كده ولا صعب؟ فانا دلوقتي لما خليت العضله سيمي كونتراكتد اهي انا اللي شايلها. شد على ايديك الاول كده. انا حددت التندون في ايدك بقى في ايدك. انا خلاص حسيت التندون تحت ايديا اهو حتى المكان. يبقى زاويه 120. العضله هتشوفها زي ما انتم شايفين. العضله هتشوفها ايه؟ انتوا تقولوا كده في الامتحان حتى لو مش هيكشف في ايديه دلوقتي تقولوا لازم تكون العضله مكشوفه. ليه يعني؟ لان انا بشوف الكونتراكشن في العضله. ممكن يكون ايه؟ الريفلكس ضعيف لدرجه انه يا دوبك باين في العضله بس. وضحت الصوره؟ او اقوى شويه ممكن يبقى في التندون او اقوى شويه انه يحرك اللين. وضحت الصوره يا جماعه؟ وبعدين الهامر زي ما قلت في دي الثلاث اشكال من الهامر. اي واحد فيهم استخدمه. وبعدين شايفين يا جماعه ماسكه منين؟ الثري فينجرز من الجزء التحتاني هنا كده. والموفمنت تبقى كده. والتاني بصوا يا جماعه. التاني خالص انا شايف ايديك خالص اهو. التاني بيبقى منين؟ زي ما قلت اهو كده. شايفين؟ يبقى هنا كده. واحد يقول لي ده ما فيش ريسبونس. انا كل اللي يهمني في العملي التكنيك.
ده اهم شيء عندي. ما انت داخل انت وزميلك ومتفقين مع بعض. ها؟ خط حرك. صح؟ متفقين مع بعض. هو داخل كده ولا لا ايه نزلت؟ طول كده تلاقي ايه؟ عملت فليكشن على طول. اه واضحه يا دكتور. صح؟ ولا هي حتى ممكن واحد خايف قبل ما لسه تلمس احركت. يبقى وداك ده. لا ده ما يهمنيش قوي، انا اللي يهمني انت قلت انا هكشف ايديك. فانا بعمل تابنج للطيب والتابنج ازاي؟ مفيش واحد ماسك لي كده ويخبط كده، لا التابنج اهو. والتابنج بصوا يا جماعه على الثمب اهو ويبقى ايه؟ خبطه وخلاص كده؟ خلاص مفيش واحد يعمل تابنج ويسيبها كده. كده يبقى كتم الخبطه. والخبطه بتبقى بريبنديكولار يعني عموديه على التندون. والسؤال اللي كنت بساله لكم ليه انا بقى بتابنج على التندون مش على العضله؟ انا لو خبطت ركزوا معايا في النقطه دي بتسالوها كتير. العضله ايه؟ لو انا جيت عملت تابنج كده على العضله يبقى انا عملت استيميليشن لايه؟ للعدد محدود من المصل فايبر، صح ولا لا؟ لكن انتم متخيلين ان كل العضله اهي مشدوده تندون هنا والتندون ده ماسك في كل الفايبرز. انت دلوقتي بيبقى في استك قدامك كده، ده استك اهو، والاستك ده ماسك في الجزء ده. انا لو هزيت الاستك ده مش هيشد على دي كلها؟ فنفس الكلام، انا لما هعمل تابنج على التندون هيشد على العضله كلها. يبقى انا عملت استيميليشن لاكتر ايه؟ كم ممكن من المصل فايبر. وبالتالي انا على الرغم تسالها عمل، لكن ليه يا ابني انت بتعمل تابنج على التندون؟ لان لو عملت تابنج على المصل هيبقى لوكالايز استيميليشن مش هتدي ريسبونس خالص، لانها هتبقى عملت استيميليشن لعدد محدود جدا من المصل فايبر. لكن التندون كل المصل فايبر ماسكه فيه. فلما اعمل تابنج فيه يبقى هياثر على الاسترتش بتاع المصل كله ولا لا؟ دي نقطه كويسه مهمه هتبقى في دماغك. وزي ما بقول تابنج دي ادابتنج، ما تجيش الامتحان يقول لك اعمل اكزامينش وقت ما ما هيبقى في هيرنج ادابتيشن، صح ولا لا؟ طب افرض ان انا عملت تابنج كده وما فيش اي ريسبونس بتاع كده كده يا حازم سيب ده خالص سيب ده تسلم عليا ما فيش ريسبونس. اقول له اعمل ايه؟ اقول له اعمل جندر راسك مانوفر. يعني زميلك اللي قاعد وانت بتقول يلا اعمل لي جندر راسك مانوفر. هو مش مذاكر ولا عارف لا جندر راسك ولا عارف تندو جير. يعني اعمل ايه؟ انا بعمل جندر راسك مانوفر. ايه هو جندر راسك مانوفر؟ ده عباره عن مانوفر او وسيله او طريقه بنعملها علشان نعمل تقويه للريفلكس. رينفورسمنت اوف ذا ريفلكس. ازاي؟ اقول له مثلا جز على اسنانك. جز جامد. همسكه حاجه في ايديه الثانيه، مسك ايديه الثانيه، مسك عليها جامد. خلاص؟ واقوم عامل تاني. خلاص؟ المفروض ان حصل رينفورسمنت، السبب ايه؟ هو لما جز على اسنانه او اتك على حاجه على الايد الثانيه عمل ايه؟ منعنا الكورتيكال انهيبيشن لانه اتلخم في انه يجز. صح؟ اتلخم في انه يضرب، مش كده وبس؟ عملنا فاسيليتيشن للريفلكس. مش احنا بناخد في الاسترتش ريفلكس والكلام ده هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله. في حاجه اسمها سوبرا سباينال فاسيليتيشن. صح؟ امبلسز جايه من فوق هتعمل فاسيليتيشن للريفلكس. فانا دلوقتي لما اتلخمت في دي حصل ايه؟ منعت الانهبيشن. دايما بقول نفي النفي اثبات. انا ممنع الكورتيكال انهبيشن معناها نزلت فاسيليتيشن. وفي الفانكشن بتاعت الاسترتش ريفلكس كان في حاجه اسمها الباجابا كو اكتيفيشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب افرضوا بقى بعد الريفورسمنت جيت اعمل تاني مفيش اي ريسبونس مع انه واضح قدامي انه نورمال. هقول له ايه؟ هقول له والله زي ما الدكتور قال لكم من شويه، قال لكم دي هتبقى ده ميديكال ستيودنت ومش قادر اعمل له ديفيشن للتفكير بتاعه، هو اللي عامل ايه؟ كورتيكال فولانتري انهبيشن. يبقى انا في الامتحان يا جماعه لازم ايه؟ امشي على الخطوات دي. طب خلصت الناحيه دي، اقوم رايح على الناحيه الثانيه. هاخد برضك الايه؟ الالبو دوت في الاوبتيمال بوزيشن وابدا اعمل ايه؟ تابنج واشوف الريسبونس. يهمني التكنيك اكتر من الريسبونس. الريسبونس ممكن يبان على هيئه فليشن او يبان على هيئه كونتراكشن في التندون تحت الضيق او يبان على هيئه كونتراكشن في العضله قدام عينيا. وضحت الصوره؟ والمره الجايه هنعرف ايه هي الجريد اوف ريفلكسز. طب ده الوضع لو واحد قدامي سليم وقاعد وانا ساند ومش ساند. طب لو في سريره وهو نايم في السرير ممكن اقول له ايه؟ او حاطط ايديه كده اهو على جسمه كده او على رجليه وهو قاعد في السرير كده
واقول له خليها كومبليت ريلاكسيشن، سيب ايديك كده، سيبها خالص كده. هي دلوقتي عماله بزاويه مقدارها قد ايه دلوقتي؟ 120. اقوم جاي كده اهوت بقى ايه، حاسس التندون اهو، واعمل تابنج بالشكل ده. حط ايديك كده مثلا، خلصنا دي اهي زاويه 120 ومريح ايديك، مش شايلها ولا حاجه، وفري ريموفر هتتحرك. واقوم حاطط ايديا اهي او كده كده او كده، مش مشكله. المهم بعمل تابنج كده دايركت. قلت ايه؟ ليه؟ لانه ديب وثن وسلايدلي ديب. حته امبورتنت استراكشر في الكمبيوتر فرصه اقل اهميه. قال لك انت اهو تخبط تخبط، يعني ايه سنسيتيف قوي يعني كمبيوتر فرصه. يبقى هات واعمل تاني بالشكل ده. نايم في سريره وعلى ظهره نفس الكلام، نايم واحط ايديه عامله زاويه 120. لما ابص على الصوره اللي قدامي ده اهو، قاعد في سريره اهو وعامل زاويه 120 وحاطط الثمب وعامل تابنج على الثمب. يبقى ده اسمه البايسبس تندون جيل. طيب قال هو سالب بايديه اهو على ايد الدكتور او ايد الاكزامينر، حاطط الصاص وبيعمل تاني. خلاص؟ يبقى ده برضه البايسبس تندون جيل. ايه السنتر بتاعه؟ خلاص خلصنا يا جماعه. ايه السنتر بتاعه؟ قلنا انتيريور هورن سيل اوف سيرفايكال كام؟ 5 و6. سيرفايكال كام؟ 5 و6. طيب الترايسس، بصوا يا جماعه، البايسس كان التندون بتاعها تن وسلايدلي دي. الترايسس التندون بتاعها فليشي وسوبرفيشال واضح. هخلي الاوبتيمم بوزيشن بتاعي 90 درجه، وانا اللي شايل ايديه خالص، سيب ايديه خالص ما تشيلش. خلاص البروسيس خدنا الكبار ليمب يا جماعه، في حاجه اسمها الكرينوم بروسيس هنا. خلاص فوق على طول هنا، اقوم عامل تابنج على مين؟ حددت اهو، واعمل تابنج على الترايسس تندون هنا. طيب طيب خلصت الناحيه دي، اروح الناحيه الثانيه. في ناس تقول لك ايه، ممكن اشيلها كده، سيب ايديك خالص، سيب ايديك واعمل تابنج كده، او حطها على ايديا كده، سيب ايديك خالص، واقوم جاي عامل تابنج بالشكل ده كده. طيب مش واضح، اعمل رينفورسمنت ازاي؟ اقول له جز على اسنانك وانا بشتغل، همسكه في الايد اللي انا مش شغال عليها حاجه واقول له اضغط عليها جامد. الريسبونس انا اهم حاجه عندي ببص على ايه؟ الموفمنت نفسها، ممكن ما يبقاش موفمنت لكن الريفلكس موجود، ابص على العضل او ابص احس الكونتراكشن تحت ايه؟ في العضل. انا مش حاطط ايديا، فانا هشوف يا اما موفمنت يا اما كونتراكشن في العضل. وضحت الصوره يا جماعه؟ طب ده لو فين؟ لو انا دلوقتي اهو ما هوش على السرير، وانا اللي شايل، وانا اللي بخبط، وانا اللي بعمل. طب في السرير بقى وهو نايم دوت، او هو قاعد دوت، او ايه؟ او حاطط ايديه بالشكل ده، عندنا زاويه ايه؟ ها؟ 90 واعمل تاني. لو نايم في السرير احطه على بطنه بالشكل ده ومن غير ما يشيل ايه؟ ايده خالص، ولا يعمل فيها كونتراكشن، واعمل تاني. يبقى سهل ان نحركه. النورمال ريسبونس المفروض انه يكون فيه اكستنشن. خلاص؟ الجريدز بتاعته بتاع الريفلكس، سواء ايه ريفلكسيا او هايبر ريفلكسيا او نورمال ريفلكس او هايبر ريفلكسيا، هنتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله. شكرا يا حازم. نبص حازم، نبص على الصوره، اصبروا الناس اللي هلعب، خلاص اصبروا. الصوره دي هتبقى دي ايه؟ ده ترايسس تندون جيل. الصوره اللي قدامي دي او شايف ايد العيان اهو، بيعمل عامل زاويه مقدارها 90، بيعمل تابنج دايركتلي على التندون بتاع مين؟ التندون بتاع الترايسس. قال الاهداف اللي اتكلمنا عنها، اتكلمنا على الريفلكس والاتس ار، كلاسيفاي ريفلكسز، الريفلكسز، ستريتش ريفلكس والكومبوننت، والماسل سبندر، التندون جيل، اتكلمنا على البايسس والترايسس، وعرفنا عن ايجنت الراسك مانوفر، واهميته ايه؟ نعرف المصطلح انه بيتسال، سؤالين بسرعه ام اس كيو بسرعه يا جماعه. التندون جيل، التندون جيل هل هو سلولي ادابتنج؟ التندون جيل سلولي ادابتنج؟ رغم ان الريسبتور بتاعه نيوكليار تشين؟ لا نيوكليار فاك. از دايناميك كومبوننت اوف ستريتش ريفلكس؟ يبقى دي الاجابه الصح. الاوبتيمال بوزيشن فور ترايسبس ستندون جيل ميكس اتاك اوف 90. ان ويتش تندون جيل اكزامينشن ذا تندون از تابد ان دايركت؟ يبقى البايسكس. البايسكس ده انا بخبط ايه؟ على الثامب او على الفينجر. الكيس اللي اتكلمنا عنها في كار اكسنت، في
انكريز في المسل تون في كل الاكستريميتيز وفي ايرفليكسيا. زي ما انتوا هتاخدوا لو كنا خدنا الكومبليت ترانسكشن اوف سبايدر كورد يا جماعه بلاقي بيحصل فيها ايه؟ بلاقي بتفقد المومنت والسنسيشن والريفلكسز بيعدوا بثري ستيشنز او ثري فيزز. الفيز الاولانيه بيقال عليها الشوك ستيج. في الشوك ستيج بيفقد كل السنسيشن والموتور وفي الريفلكس بيفقد الريفلكس. فدي ممكن تكون اغر موتور نيرون ليجن ولكنها ايه؟ في الشوك ستيج. حصل فقد كل الريفلكسز حتى المصل تون فقدت ان لم تكن حتى في سيفير هايبوتونيا. ادي الريفرنس بتاعتنا اترحمتوا من انكم تقوموا ايه؟